بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النور الذي يتكلم عنه المسيح إلى هنا ليس هو النور المخلوق زي نور الشمس أو نور القمر، ولكنه يتكلم عن طبيعته الخاصة، طبيعة الله. الله نور وليس فيه ظلمة، مش النور المخلوق، النور الحقيقي. لما قام المسيح من الأموات قال القديس بولس الرسول إنه أنار لنا الحياة والخلود، وأعطانا أن نشترك في النور الحقيقي. حتى بقى اسمنا لما ولدنا في المعمودية بقينا اسمنا أبناء النور. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. لما ولدنا من المعمودية بقى فينا الخليقة الجديدة. الإنسان المخلوق حسب صورة المسيح، مش البراني ده، جوه. الخليقة الجديدة اللي المسيح أعطاها لينا كلنا مولودة من النور، ما فيهاش ظلمة، مولودة من النور الحقيقي، النور الإلهي. عشان كده يعني ممكن الواحد يدرك إذا قعد كويس مع نفسه، صلى كويس، يقدر يدرك إنسانه الداخلي. إحنا بنعيش في الغالب بحسب الإنسان البراني، شكل الواحد، جسمه، العيشة اللي احنا عايشينها كل يوم، أكل وشرب وشراء وبيع، حسب الجسد. لكن كيف أدرك الإنسان الداخلي اللي هو مولود من النور ده؟ لا يمكن إدراكه وأنا عايش في زحمة الدنيا. لازم أدخل مخدعي وأقفل بابي وأروح جوه عميق في نفسي فأدرك. الإنسان الجديد ده فيه عين بصيرة، يعني فيه نور جوه. العين الجوانية دي بتقدر تشوف الأمور اللي ما تتشافش حسب الجسد. ازاي؟ قال نحن غير ناظرين الى ما يرى، احنا ما بنبصش للحاجات اللي بتتشاف، بل الى ما لا يرى. يعني لو الانسان ابتدى يدرك كيانه الداخلي، يبتدي العين الداخليه تبقى أكتف، تشتغل، فمش بيبص للحاجات حسب المنظور. ماليه؟ إلا اللي بيبص إلى ما لا يرى. طب وهي العين الجسدية دي تقدر تشوف ما لا يرى؟ لا. نحن غير ناظرين إلى ما يرى، بل إلى ما لا يرى، لأن الأمور التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يعني ممكن أشوف الحاجات اللي ما تتشافش؟ طبعا. نحن نعلم أن من الله قد جاء وأعطانا بصيرة، العين الجوانية دي اللي أقدر أشوف بيها أمور الله. ما العين دي بشوف بيها؟ ما بشوف بيها المظاهر البرانية كلها.
المظاهر البرانية كلها بتتغير. أشوف الشجرة النهاردة خضرة مورقة فيها أسمار، وبعدين يجي الخريف تشوفها جربانة ما فيش حاجة. يبقى دي أمور إيه؟ أنت بتشوف المظاهر. المظاهر ملهاش دوام. أما العين الداخلية اللي فينا، المسيح خلقها لينا بقيامته بمعموديتنا دي، بتشوف السماويات. مش بالشرط أن الإنسان يعني يشوف ملائكة ويشوف مناظر سماوية ويشوف آيات ومعجزات وعجائب، ممكن، بس دي مش شرط. لكن يشوف بالعين دي اللي هي مستمدة من شخص المسيح، العين اللي فيها نور، تشوف إيه؟ تشوف كل ما هو طاهر. قالت أنا ببص لكده وأشوف حاجات وحشة قوي، بشوف دايماً تلاقي قدام عيني حاجات كتيرة وحشة وحشة وحشة. ما أنا ببص بعين جسدي، فبشوف النجاسات وأشوف الأطماع وأشوف كل ما هو شر بعين الجسد. طب وإزاي واحد إذا اقتنى العين الروحية دي وبقيت فعلا يقدر يعيش بيها ويبص بيها، يشوف إيه؟ يشوف خليقة الله صالح، كل شيء طاهر للطاهرين. يعني إيه؟ يعني عين نقية جدا، مقدسة جدا، مخلوقة بالمسيح يسوع، تشوف كل حاجة حلوة. طب لبس نظارة سودة كله سود. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب أن المسيحيين يعيشوا بحسب الخليقة الجديدة. بص للناس إزاي؟ هي أشكال، واحد أبيض، واحد أسود، واحد طويل، قصير، تخين، مش عارف إيه، إيجيان، أفريقيا، أكبر. طب المسيح بيبص لهم إزاي؟ مش كده؟ يعني بينادى في العالم إن الناس يعني ما فيش تمييز أبداً، العالم مليان تمييز، إلا إذا كان الإنسان يعيش فعلاً بعين المسيح، يبص للناس كلها بعين المسيح يلاقيهم حاجة غير اللي الناس بتشوفه من بره. عشان كده بقول لك المفارقة كبيرة جدا ما بين واحد عايش بالروح ويسلك بالروح وعايش في النور وعينه منورة فبيشوف، واحد تاني الجسد هو اللي شغال. منين تيجي البغضة؟ من عين الجسد. أما عين المسيح ما فيهاش بغضة. لو بصيت بالعين الداخلية اللي فيها النور دي لجميع الناس، في نظري حلوين جدا جدا. ليه؟ ما ده عين المسيح. أما ابتدى الواحد يعيش بالروح تتغير طريقة الحياة. ما بنتغيرش ليه؟ لأن عجزانيين. لما نعيش فعلا بروح الله بالإنسان الداخل بالبصيرة ومعين تبص بطريقة مختلفة، فيتغير السلوك، العيشة، الحياة اليومية، التعاملات مع الناس. لما أعيش بالروح تختلف الحياة. لكن إيه اللي خلي الواحد زي ما هو زي ما هو؟ لأنه بيعيش بالجسد. قلة الصلاة، قلة التوبة، قلة تقديس النفس تخلي العين مش شايفة. هي أصلا مخلوقة تشوف، ولكن لما يجي عليها تراب الأرض زي المراية، المراية تبص تلاقي، لما المراية تضطرب ما تشوفش. العين الداخلية البصيرة ديت إذا جه عليها الجسد
وحياة الجسد وأفكار الجسد تظلم. من يحب أخاه يبقى في النور طبعا، من يبغض أخاه يبقى في الموت. يعني النور والحياة كلمتين زي بعض. من يبغض أخاه لا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. احنا مش مخلوقين من الظلمة، ومش مخلوقين نكره أبدا. أمال ده إيه؟ ده مرض. لما تدخل الظلمة للنفس في الداخل يبتدي الحاجات الوحشة دي. ليه الإنسان يسقط في خطايا الجسد؟ لأنه مش روحاني، لأن عينيه جسدية. قال عنها القديس بطرس: لهم عيون مملوءة اسم لا تكف عن الخطية. دي عين جسد، تشوف كل ما هو جسداني، كل ما هو شهواني. طب ما العينين لما تتقدس تبقى فيها نور مختلفة. عشان كده بقول العين والسلوك في الحياة مربوطين ببعض. اللي تعمل عين يلطش، عرفش يمشي، لا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينه. لما العين تستنير يبقى الطريق واضح. من علامات المسيح اللي ذكرها إشعياء النبي، قال حينئذ تنفتح عيون العمي. العلامات الواضحة جدا، الزمن المسيح لما يجي تتفتح عينين العميان. فعلا المسيح عمل كده، فتح عينين العمي. ليه؟ لأن إشعياء نفسه قال إن إله هذا الدهر أعمى عيونهم. مين اللي بيفقد الإنسان البصيرة؟ عدو الخير، يعمى عينه عن الخير فلا ينظر إلا الوحشات. مستنير عيون قلوبكم، عينين القلب دي تنور، فيبتدي الإنسان يعيش حياة مختلفة، يبقى محب جدا جدا، وديع جدا، متواضع جدا، طيب جدا. ليه؟ لأنه شايف الأمور على حقيقتها. ما تبصش للي بره. طب تيجي منين الدينونة؟ الواحد عمال ينقد الناس ويدين الناس، ينقد الناس ويدين الناس، منين؟ بيبص من بره. طب انت عارف اللي جوه فيه ايه؟ لو عينك أدركت جوه الإنسان فيه ايه هتغير رأيك. ايه رأيك في المرأة الخاطئة اللي جت تحت رجلين المسيح، معروفة في البلد كلها أنها وحشة؟ أنت بصيت لقلبها؟ المسيح بص وقال لها مغفورة لك خطاياك. قال لا تحكموا حسب الظاهر، أنتوا جزدانيين. الروح اللي فيك مش روح دينونة. مالك ومال الناس؟ من بره شكلهم إيه؟ أنت تقدر تحكم على حد إلا إذا عرفت الدواخل والدوافع الجوانية. دايما أحكامنا مش مظبوطة. لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. لما الواحد يبص بنظرة روحية يعطي عذر لجميع الناس. لما يبص بعين روحية يشفق على جميع الخليقة، يحن ناحية جميع الضعفاء. الدينونة عين جسدية والعين الروحية معدومة. الشفقة على جميع الناس حتى على خطاة الأرض دي عين المسيح. اطلبوا في الصلاة، قول يا رب نور عيني، عين قلبي الجوانية، أرجوك خليها فعلا مستنيرة منورة، وخليني أسلك في النور، وابعد عني كل ظلمة الفكر. أفكار كتيرة مظلمة بتجيلنا، لما الواحد يسلم نفسه ليها
تظلم البصيرة، ما يعرفش رايح فين ولا جاي منين. قل العين دي أعطيت لبعض الناس فينا، العين الروحية دي، وبعضنا لأ. لأ، المسيح أعطاها لينا بالتساوي، كلنا مولودين من نفس المعمودية، وكلنا سقينا روحا واحدا، كلنا لينا نفس النعمة، نفس الاستنارة، نفس البصيرة. ولكن واحد بيجاهد ويغسل عينه بدموع كثيرة فتستنير، واحد تاني مش بيجاهد. لكن احنا العطية لنا بالمساواة، كلنا خدنا نفس العين، وكلنا بنتناول نفس المسيح. عشان كده بقول الفرصة قدام كل واحد فينا انه يوصل للنعمة اللي المسيح أعطاها لنا ويعيش بيها. مفيش حد فينا يعني ولد إنه يكون وحش، إحنا مولودين ثانية، إحنا مخلوقين جديد. فالخليقة الجديدة دي إذا الواحد عاشها فعلا صدقني هيعيش حلو، مش هيغلبوا العالم. هذه الغلبة التي نغلب العالم، إيماننا بالمسيح. طبعا النعمة دي بانت قوي لما المسيح فتح عينين إنسان أعمى حسب الطبيعة. بان الفرق كبير قوي قوي ما بين قال لهم أنا كنت أعمى ولا أنا أبصر، أنتوا بتتخانقوا على إيه؟ اللي أنا عايشه محدش عارفه، العيشة اللي أنا كانت في الظلام ديت ودلوقتي أنا شايفه ومبصر، دي نقلة كبيرة جدا لا يمكن أن يدركها إلا اللي جربها. لما الواحد يتنقل من حياة الخطايا لحياة البر، لما يتنقل من العمى للإبصار، دي نقلة كبيرة قوي. بس الخوف الكبير قوي إن الواحد لما تظلم الدنيا معاه ويتعود على كده يبقى مش مدرك ايه قيمة النور الكبير. النور فيكم مش براكم، النور داخلكم. يعني اقدر استعيد البصيرة دي تاني بعد حياة وحشة، بعد خطايا، بعد احقاد دخلت القلب، ممكن ارجع؟ ممكن، لو ان الانسان جاد طالب النعمة يجدها، طالب رجوع الخير ليه في حياته يجدها. ممكن؟ ليس شيء غير ممكن لدى الله. لربنا المجد دائما.